بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذ زكي الشعلة، حياكم الله. تعليم الضرب عن طريق العداد الصيني. بالنسبة للضرب، لابد أولا الطالب يعرف جداول الضرب الأساسية، جدول 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، لأنه يكون أفضل إليه وأسهل إليه إذا كان هو حافظ جدول الضرب. جدول 2 لابد يكون حافظنها بالضبط، جدول 3 وجدول 4 وكذلك من 5 وجدول 6 وجدول 7 و8 و9 ضروري، علشان يكون أسهل للطالب في عملية إيجاد الناتج عن طريق العداد الصيني. بالنسبة للعداد الصيني يكون عملي أكثر بالنسبة للأعداد الكبيرة. هنا علشان نضرب مثلا 4 في 24، بالنسبة للعداد الصيني أروح أضرب العشرات أول، بدل ما أضرب الآحاد 4 في 4، هنا أروح أضرب 4 في 2، الجواب 8، وأروح إلى العمود الثاني وأكتب 8 لأنه يقع 2 في العشرات، وبعدين أضرب 4 في 4، الجواب 16، أخليه أيضا في الآحاد. مثلا هذا السؤال 8 ضرب 51، أروح أضرب 8 ضرب 5 أولا يطلع 40، وبعدين 5 ضرب 1 وأوضعه في الأحد. خلينا نجرب في العداد كيف طريقة الضرب بالعداد الصيني. الآن نأخذ جدول العدد 2. هنا في دي المسألة أروح نضرب 2 في 7 أولا، 2 في 7 الجواب يصير 14، أبدأ في العمود الثاني هذا 14، وبعدين 2 في 8 يكون في الآحاد وهو 16، إذن أخلي هنا 6، وبعدين ونضيف هنا 1، ما عندي 1، وش يسوي؟ أنزل 5 ونزل 4، إذن الجواب صار، لاحظوا 1 وهنا 5 وهنا 6. مسألة ثانية أيضا نأخذ لنا مسألة ثانية، قال لنا 2 في 47، أروح أضرب 2 ضرب 4 لأنه في العشرات، الجواب 8، وأروح أضرب 2 في 7 الجواب 14، طلع علينا الإجابة هنا 9 4، إذن الإجابة 94. مسألة أخرى 2 ضرب 50، أروح أضرب 2 ضرب 5 الجواب 10، وبعدين 2 ضرب 0 الجواب 0، ما عندنا طبعا هنا في الآحاد، 2 ضرب 0 الجواب 0، وهنا 10 طبعا ما كتبنا هنا العشرة صحيح، يكون الإجابة 100. مسألة أخرى أيضا 2 ضرب 5 10، يعني نبدأ من العشرات، إذن هنا أكتب 10، وبعدين 2 في 3 أروح أخليها في الآحاد، يصير الجواب 106. مسألة أخرى قالين 2 ضرب 18، أروح أضرب 2 في 1 الجواب 2، بعدين 2 في 8 الجواب 16، إذن أكتب هنا 6 وهنا 1، إذن الجواب 36. هذا بالنسبة لجدول العدد 2. خلينا نجرب نروح لجدول العدد 3. هنا جدول العدد 3 صارت الأعداد أكبر، نفس الحكاية، أروح أضرب العشرات أول، 3 في 7 وعبارة عن 21، بعدين 3 في 5 15، إذن خلي 15، الإجابة صارت 225. أجين بعد مسألة ثانية 3 ضرب 6 18، إذن هنا أخلي 18، وبعدين 3 times 8 24، إذن أخلي هنا 4 وأضيف هنا 20، ما عندي 2، إيش أسوي؟ أضيف 10 ونزل 8، إذن صار الإجابة 204. Again بعد مسألة ثانية 3 في 1 الجواب في العشرات 3، 3 في 5 الجواب 15، إذن الإجابة 45. بعد مسألة أخرى نقول 3 في 1 الجواب 3، 3 في 0 الجواب 0، إذن طلع الإجابة 30. يلا آخر مسألة 3 في 2 الجواب 6، و3 في 7 الجواب 21، إذن الإجابة 81. إذن في عملية الضرب نبدأ أولا نضرب العشرات ونوضعها في خانة العشرات، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم الدرس الثاني في عملية الضرب بالعداد. شكرا جزيلا، تحيات أستاذ زكي الشعلة، مع السلامة.